زماننا إلى روض الجنان. بعد ذي بدء أسعد الله صباحكم ومساءكم على اختلاف التوقيت بالنسبة لكم، أينما كنتم بالعالم نحييكم بتحيات الإسلام والسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في حلقة جديدة ضمن حلقات برنامج الملف. وملف الليلة أيها السادة، أو على طاولة الملف في هذه الليلة، موضوعات مهمة جدا ضجت بها منصات التواصل الاجتماعي في العشر الماضية. موضوعات قد تكون بالنسبة للبعض قد شغلت حيزا كبيرا وأخذت أكثر مما تستحق هذا من وجهة نظر البعض، والبعض الآخر يقول أن ربما يكون خلف هذه الموضوعات ما هو مهم وليس الموضوعات بعينها، والبعض الآخر يتحدث أو يوصف بلغة الظاهرة، والآخر يتحدث بلغة الأحداث الفردية والتي لا تستحق. لكن دائما ما نحتاج أن نقف وقفات مع المتخصصين كي نبحث في الأسباب ونوصف المشكلة ونقترح الحلول والتوصيات كي نعطي للأمور قدرها ونضعها في نصابها. بداية اسمحوا لي أن نرحب وأن نرحب بصاحب الفضل والفضيلة فضيلة العلامة الدكتور محمد الزغبي فارس الكلمة. خادم محمد منور المكان الإعلام المحترم دكتور محمد الشاعر، أسأل الله أن يبارك في عمرك وعملك وعلمك وطرح فضلتك الموضوعي دايما غاية السعادة بوجودي معك. الله يبارك فيك دكتور، ربنا يبارك ومن حضرتك. أسلم. من حيث يثار في منصات التواصل الاجتماعي الآن، ولا حديث ولا صوت يعلو فوق صوت ردود الأفعال الخاصة بفيلم أصحاب ولا أعز على ما أعتقد. الفيلم باختصار لمن لا يعرف الفيلم هو إنتاج لبناني، لكن بمشاركة بعض الممثلين المصريين على رأسهم ممثلة شهيرة جدا جدا في مصر والوطن العربي، عرفت في الأدوار الماضية بشبه الأدوار المحافظة على خلاف العري الفاحش لدى بعض الممثلات، لكن كانت الصدمة بالنسبة للمشاهدين أنها أدت دورا أو لعبت دورا في هذا الفيلم لم يكن يتخيل أحد أن تؤدي هذه الفنانة أو هذه الممثلة المشهورة. ربما كان في ذلك نجاح أو بعد رؤية من أسرة الإنتاج الخاصة بهذا الفيلم. هذا هو العمل 19 لهذا الفيلم، لكن هي أول نسخة عربية فضيلة الدكتور. أعلم أنكم لا تتابع مثل هذه الأشياء، لكن أنا أشرح لفضيلتكم يعني كي تكون الصورة كاملة. سبع أصحاب على طاولة تبادلوا الهواتف في البداية رسائل عادية، لكن هذه الرسائل أخذت منحنى آخر. اكتشفوا أن بعض أصدقائهم مثلي، ويتم التعامل في الفيلم حسب ما نشر وحسب ما قيل وحسب ردات الفعل أن هناك شبه تقنين اجتماعي، صح التعبير، لأن ده أمر عادي وحرية رأي وما فيش مشكلة. طبعا مع بعض اللقطات الصارخة وكذلك أيضا بعض الألفاظ التي لا يصح أن تقال في التلفاز أو في أي عمل على اعتبار أنها تدخل البيوت. بداية كيف تقرأ هذا المشهد برمته؟ الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفوا. طبعا زي ما حضرتك قلت، أنا والله لا أعلم عن هذا الشيء ولست بمتابع ولا أشرف بمتابعة مثل هذه الأمور، لكني قرأت الأمر من خلال استماعي لك، وإن كنت قد أوجزت لكن الإيجاز غير مخل، ويعني أرسلت إلي رسالة كاملة التي أستطيع أن أترجمها الآن. دعني أتوجه للمشاهدين وللمشاهدات بكلمة في البداية، ألا وهي صدق نبيكم صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا عما يجري في آخر الزمان من مثل هذه الأمور، وأن هؤلاء سيكونون نجوما زواهرة، وأنهم سيفرضون على رؤوس العامة من المغمورين، وأن شرهم سيستطير. لماذا؟ لأن النخبة الصالحة ستكون مغمورة وهي قلة جدا، لا تستطيع أن تعرف معروفا ولا أن تنكر منكرا. ولذلك قال أئمتنا في آخر الزمان يموت الصالحون ولا يبقى إلا القلة من أهل الصلاح، ويكونون مغمورين في المجتمع، لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا. ولا ينكرون منكر ما يفيدهمش على الإطلاق، وما هماش في مواطن المسؤولية ولا في مواطن اتخاذ القرار، ولهم حتى يعني كتولاك هم في غمرة الناس. لم يقف الأمر عند هذا الحد،
يكون أمر الناس بيد سفهائهم وأراذلهم ومن لا خير فيهم ومن لا خير فيهم. واستدلوا على ذلك بعدة أحاديث، لكني سأقتبس بعض الأحاديث حتى أستطيع أن أترجم ما ذكرت الآن، لكن حسبي أن أعود إلى الحديث الصحيح، يعني لا تزول الدنيا والفروايا، لا تذهب الدنيا حتى تصير إلى لوكع ابن لوكع، وفي رواية لا تذهب الدنيا حتى يصير نعيمها للوكع ابن لوكع، نعيمها بمعنى أنه في نهاية الزمان حيث يشكو الناس الغلاء والبلاء والفقر، وحتى بالنسبة للنبوة تكون مغمورة من أهل الصلاح، لكن المتعة والأموال والوجاهات والمناصب والأشياء الدنيوية وكل اللذات ستكون في أيدي لوكع ابن لوكع يتمتع بها. واللوكع هو اللئيم الأحمق الخبيث التافه السفيه السفيه، ولذلك سيكون زمن، لا أتحدث عن أرض معينة ولا عن شعب معين ولا عن بيئة معينة، ولا بتكلم عن كلام سيدنا النبي في آخر الزمان صلى الله عليه وسلم. ولذلك سيكون يعني هذا المجتمع عبارة عن مجتمع يقوده السفهاء وراياته بأيدي الرويبضة، ولذلك صدق صلى الله عليه وسلم لما قال، هل هذا من علامات الساعة؟ نعم يأتي على الناس سنوات مخدعات، وصدق فيها الكذب ويكذب فيها الصادق ويخون فيها الأمين ويؤتمن فيها الخائن وينطق فيها الرويبضة. ولذلك الرويبضة هو لوكع في نفس الوقت بالمعنى، لأن الرويبضة لما سئل عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال التافه، وفي المتن الثاني أي اللفظ الثاني النبي صلى الله عليه وسلم يقول السفيه. التافه يتحدث هو عن لكن يشار إلى هذا دوما بأنه فنان يمثل ضمير الأمة. دعني أقول لك أن الأمة في آخر الزمان تعطي أسماء لغير من يستحقهم تلك الأسماء. أعطيك مثالا على ذلك، حكاية مثلا المشروبات الروحية، وتراها المشروبات المدمرة، وما هي إلا الخمر والسكر والدمار والخراب إلى آخر هذه الأمور للأبدان وللعقول. أعطيك مثالا، مثلا على ما أذكر في فتح الباري الجزء رقم 10 حديث من باب من يستحلون الخمر ويسمونها بغير اسمها. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يجعل كده يقول عن الناس يستحلون الخمر ويسمونها بغير اسمها. انت الوقت ما تقول الخمر يقول لك شيء من المشروبات الروحية، يقول لك في صحتك مش عارف ايه الى اخر هذه الامور. ولذلك حينما تأتي بانسان عصت تستطيع ان تعطيه كذا، بامكانك في منصات التواصل الاجتماعي او في الاعلام ان تصنع من الولي فاجرا وان تصنع من الفاجر وليا. اعطي ركب هذه مكان، بدليل النبي قال له يصدق فيها الكاذب، الكاذب ده بقى هو المصدق والرجل الصالح المصدق الكتم المؤتمن في المجتمع، يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصالح، يخون فيها الامين ويؤتمن في الخاطئ. ولذلك اهل العلم يقولون بالنسبه للرويبضات سيكونون النجوم الزواهر لمجتمع السفهاء لما رحم ربي في آخر الزمان، يعني في آخر الزمان. خلاصة المسألة يا دكتور محمد عشان ما طولش في تلك المقدمة هذه التي كنت يعني أدخل من بوابتها، على اعتبار أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لنا مثل هذه الأمور، ولذلك حينما يراها الإنسان لا يتزلزل بل يقول صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. العيب في من؟ العيب في الشعوب، في البلدان، في الأوطان، بمعنى نعيب زماننا والعيب فينا، وما لزماننا عيب سوانا يأكل، وما لزماننا عيب سوانا، ليس الذئب يأكل لحم ذئب ويأكل بعضنا بعضا. انشغلنا ببعضنا، بقى دي جماعة التفسيق ودي جماعة التبديع ودي جماعة الأحزمة النسفة ودي جماعة التكفير ودي جماعة الدروشة ودي جماعة الأعتاب ودي جماعة أدعية الموتى ودي جماعة المؤاخذة إلى آخر هذه الأمور. فانشغل البعض ببعضهم، منهم من ضل ومنهم من زين له الشيطان أنه الحق ومنهم من زين له الشيطان أنه الأقرب إلى جنة ربنا سبحانه وتعالى إلى آخر هذه الأمور. في الوقت الذي اتحد فيه أهل الباطل ووحدوا وجهتهم ووحدوا أيضا الهدف أيضا، ولذلك يصيب السهم الغرض عند هؤلاء. لماذا؟ هم صوبوا الهدف، هم ركزوا على الهدف، ولذلك صوبوا واتحدوا. نحن أهل الطاعة، أو لا خلي ما فيش تسكي، نحن أهل الإسلام المطلوب فين، أو أهل الشرع أو أهل الفهم أو أهل الدين أو أهل الخير، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. الأصل في هؤلاء الآن
تفرقوا ولا تعتصموا. التعاون على الإثم والعدوان بدليل ما من جماعة إلا تقوم على أنقاض الجماعة الأخرى. والقائل بغير ذلك كذاب أشر. هذا واقع، هذا واقع أشرحه الآن ولا أتكلم من كوكب آخر. النقطة الأهم من ذلك النزاع الموجود بين أدعياء التفكير وأدعياء كيت وأدعياء الجماعات وأدعياء الكذا، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب الحكومة. استغل الآخرون هذا الفشل، استغل الآخرون هذا النزاع، استغل الآخرون تلكم الخلاف واتحدوا وصوبوا إلى هدف. هدفهم إيه؟ ضرب الإسلام وفقط من حيث الأصول والثوابت. ولذلك يصيب السهم الغرض، يأتي في الكبد مباشرة، خاصة أن هؤلاء لهم أعوان. أما بالنسبة لهؤلاء الشراذم ليس لهم أعوان، اللي بيدعوا الدين وكذا، هؤلاء لهم أعوان من دول ومؤسسات وهيئات، ولهم مستشارون، ولهم من يخطط، ولهم من يمول وفق نظام معين. أيوة. ولذلك لا أقول إن هذه أمور تجارية. الآن خرجت من البوابة ودخلت على ما ذكرت أنت، فأقول هذا أسلوب ممنهج ولا يشك في ذلك إلا درويش. معنى هذا مخطط بيطبق باحترامي تدريجي. آن الأوان إلى أنه ما يدخلوا تحت باب التنوير، تحت باب التثقيف، تحت باب التوعية، أنه يدخلوا بقى مثل هذه الأمور الشاذة ويتقبلها المسلمون. كيف يتقبلونها؟ يقول لك شنف الأذان بداية، شنف الأذان أول ما أقول لك في حالة كذا تلاقيني وهيجان وزعل، بعد كده ما أذكرها مرة ثانية بعد كده بأمر واقع ما عارفين. خلي بالك. ولذلك بدأها واحد لما جه قال إيه، أنا لو بنتي احترام يعني صديقة يجي لها البيت وقالت لا مانع عندي بس القرآن لا. خلي بالك مثلا ما احترمنا لكل الناس ما لا نذكر أسماء. طيب خلي لما كانت هذه بداية ورجت في الإعلام إلى آخر هذه الأمور، يجي لك محترم بعد كده، يجي لك في محترم يعني الشيء اللي جامع العالم والعالم بيجتمع عليه. انا اقول لك الوقت العالم بيجتمع عليه لا يجتمع على ديانة معينة، لا يجتمع على معتقد، ولكن يجتمع على الكرة، يجتمع على الكرة كرة القدم. ولذلك يقوم جاي لك بقى في مناسبة عظيمة جدا وكل الناس بتتابع، ويقوم عامل لك اعلان للمثليين، اعلان دعم للمثليين، واللي يجي يعترض يبقى ده هو الشاذ. بعد كده ادخل بقى اغوار الناس في المنطقة العربية، وبعدين اما نيجي نجيب واحدة بقى مع احترامي تمثل في مثل هذا الدور، ما تجيبهاش مع احترام ان هي مشهورة بكذا ولا مشهورة ببيع الجسد. هو ده الجديد في هذا الفيلم. اي لسبب اصلا انت لو جبت واحدة مشهورة عن هذا مع احترام الجديد الذي اتيت به. يعني مثلا انا لو جبت واحدة معروف ان هي بائعة هوى أو ممارسة للجنس أو لها أفلام جنسية على الشبكة العنكبوتية على منصات التواصل، في الحالة دي لما بتجيبها في مثل هذا الدور المشكلة. لكن ما يجيب لك واحدة راسخة في أذهان الناس محافظة أنها محترمة أو تميل إلى أنها تكون محافظة، ويقوم مدخلها لك في مثل هذا الأمر، خلاص الناس اللي كانت بتتابعها على أنهم يعني بيشوفوا عندها شوية من كذا، خلاص يبقى الأمر بالنسبة لهم طبيعي. طيب تيجي بقى للمثلي يقول لك تقبلهم، تقبلوا، شوف دخلها لك ازاي، تقبلوا ليه؟ انت انسان ومن باب الحريه ومن باب كيت ولا يجوز الاكراه على كذا وكذا. في الوقت لما بنيجي نقول فيه مع احترام شرع ربنا يقول لك لا انت دخلت بقى في كيت وكيت وكيت. الله لما تيجي تتكلم عن الحجاب لا، وتقوم الدنيا ولا تقعد، وتتعامل فين؟ في فرنسا وهنا 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 ولا تيجي تتكلم في اي شيء مع احترام، انت مش بتدخله من باب الديني، حتى من باب الحريات لا يقبل. طب في المصيف لما هي تيجي تنزل مثلا الكيت بالميه بلبس محترم محتشم كيت يقول لك لا ممنوع، ممنوع نزول الشواطئ هنا لكذا وكذا وكذا. طب انت ازاي يعني تلك اذا قسمه ضيزه تقول لي هنا تنوير وهنا لا، هنا حريه وهنا لا؟ اذا القصد انت بتعمل ايه؟ تذويب وتجفيف منابع هذا الدين. نعم. وضرب في الاصول والثوابت. دعني اكمل يا دكتور. تفضل يا دكتور. طيب تفتكر ردة الفعل ايه؟ يقولك الصراخ على قدر الألم. الصراخ زمان إما كانت الأمة متبعة، لكن الأمة الوقت الأمة للأسف للأسف. ولذلك أتذكر قول القائل أيما أمة استخفت بشرع ربنا إلا وسلط عليها من يستخف بها. ولذلك فرعون جه في وقت
ذاك ربنا قال ايه؟ فاستخف قومه فاطعوا انهم كانوا قوما، انهم ما قالش انه، انهم كانوا قوما فاسقين. ما تكلمش عن طبعا حقب معين. ولذلك انا بقوله الشعوب يا دكتور محمد قديما كانت تعمل ايه؟ تاخذ بحديث سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث وارد في صحيح الامام مسلم، من راى منكم منكرا فليغيره بيده، ده يعود لاهل الرايه او حامل الرايه اللي هم الحكام وكيت ومن كان على كذا. طيب فمن لم يستطع فبلسانه، هؤلاء دور الدعاء دور الدعاء، ومن يمتلك آليات نغيره بلسانه. الوقت ما فيش مثلا في التوقيت اللي انت بتكلم عنه، فمن لم يستطع فبقلبه، وذلك اضعف الايمان. قلب يعني ايه؟ يترك مكان المنكر، خدت ولا حضرتك، ولا يشارك فيه. الوقت ترك مكان كانوا بيتابعوا الكلام ده، وكانوا بيقطعوا الكلام ده. الوقت الشعوب هي اللي بتتابع الكلام ده، يعني ممكن يبقى عاج شغال على يتفرج على فيلم جنسي، استغفر الله يا اخي، يا اخي حسو بالله شوف يا اخي. طب انت ايه اللي بيخليك قاعد يا اخي وباصص؟ والله مره لقيت ناس يعني اشبه الالتزام، قالوا يا مولانا اتفرجنا على كذا، ده ايه العيب ده؟ قلتهم في ايه؟ قالوا ده بنت من الحته الفلانيه عامله كذا وكذا وكذا. قلتهم انتوا ايه اللي عرفكم؟ قالوا ما احنا شفناها كامل، استغفر الله، لا استغفر الله العظيم. بعد ده الشيطان لما بتقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الشيطان يقول لك انا قدمت استقالتي، انتوا الوقت شياطين. خلاصه المساله يا دكتور محمد عشان اوصل، لما الشعوب تكون بهذه الطريقه بقى ما عادش بتنكر المنكر، لذلك انا قلت لك في المقدمه، فيبقى اناس صالحون لكنهم قله، لا يغيرون منكرا ولا يعرفون معروفا، مش بينهم على اطلاق وضعاف الى اخر هذه الامور. ولذلك اما تيجي بقى في مثل هذا الامر ايه اللي يحصل؟ هتجد بقى الكثره هذه يتتفاعل مع هذه تفاعل الوقت، لا واستغفر الله ومش عارف ايه، ويروح في البيت يتفرج والكلام ده، وتلاقيه بيتكلم في هذا الموضوع. طيب بعد كده النتيجه بقى هم عارفين، لان عندهم مستشارين علم نفس بيدرسوا هذه الامور والظواهر دي، اللي هتجد الشعوب تنقسم الى قسمين العربيه. قسم يعني اللي لسه اهو على ادبه ودينه واخلاقياته، يقول لك يا عم ما لناش دعوه يا عم، احنا اهم حاجه اولادنا نربي اولادنا ونخليهم يشوفوا الكلام ده قدر الاستطاعه. الغالبيه العظمى او السواد الاعظم يقول لك يا عم ده حر يا اخي، احنا اقل من ما امريكا فيها والاتحاد الاوروبي فيه وكذا فيه، ودي دول متقدمه وكذا وكذا وكذا. وفي النهايه سيكون مع احترامي الكلام لهذه الفئة الكبيرة التي تجرف مع احترامي، يعني كل من يأتي في طريقة، أما القلة القليلة البسيطة التي لا تستطيع أن تغير منكرا ولا أن تعرف معروفة، لن يبقى لها إلا مع احترامي قدر الاستطاعة على نفسها، لكنها لن تستطيع بالنسبة لأولادها. طيب فضلتك تفضلت وقلت أن هذه الأمور تتم وفق عملية ممنهجة أو شكل ممنهج، لكن قد يقول قائل يا فضلت الدكتور أنتم بتكبروا المسائل، الموضوع مش ممنهج ولا حاجة، ده فيلم وإنتاج والمنتج عايز ينجح قدر المستطاع، فهو معمول كده عشان يجيب مشاهدة وعشان يعمل ضجة فيجيب فلوس، لا لا لا. وما فيش منهج ولا حاجة. خلي بالك معي، احنا ما اتعملت افلام جنسية ما احترام جنسية بعمل كلمة وسوق لا وكت وكت الى اخر هذه الامور، ولم يتكلم عن احد انها كانت مبتذلة، لكن ده يحمل فكرة. والمناط منه والمقصود منه تغيير واقع المنطقة العربية، تغيير واقع التركيز في الاختيارات. هذا لا يقوم به، لا تقول لا مخرج ولا مؤلف السيناريست، لا على الإطلاق. بيبقى فيه جهات معينة عندها مستشارين علم نفس وعندها خبراء وعندها إلى آخر ذلك، بتدرس تماما وبتجي الأمثال هؤلاء تقول لهم احنا ندعمكم، أنا ندعمكم ماليا وندعمكم كيت وإعلاميا وإعلانيا كمان، ونسوق هذه الفكرة. وأنت تعلم أن فيه عدد ليس بالقليل من القائمين على مثل هذه الأمور، هم أصلا مع احترام أدوات. أنا لا أتهم أحدا ولا قلت إن فلانا أداة، لا معاذ الله إن أنا أتهم أحدا بعيني، ده كلام مرسل اللي بقوله. في كتير قوي من الناس دلوقتي أدوات في كافة المجالات، في الدين في أدوات، خلي بال حضرتك ازاي، في الدين ناس بتدعي ان هي من اهل العلم الشرعي ونيكيت ومعاه درجه علميه كده، هم ادوات، بل هم اسوأ الادوات، خدت بال حضرتك ازاي. طيب في كذلك مع احترامي في كافه المجالات في ادوات، لكن الاداء المؤثره جدا، الاداء المغيره جدا، الاداء اللي ممكن تؤثر في المجتمع بشكل كبير جدا، اللي هي مثل هذه الاداء اللي بنقول عليها متمثله في عمل درامي يصل الناس، بس ايه خلي بالك مدروس وموجه، والا مع احترامي كان لو كان زي الافلام اللي بتعرف الافلام العبط بتاعت العرب زمان، كان الفيلم ممكن انتاجه ما يكلفش بتاع 5 جنيه،
يتعمل في شقة حاجة نعم اعملي كوباية شاي بس خلي بالك بدون سكر، طب اعمله في الكنكة ولا في البراد، لا لا في كذا، طب بسكر، يكون فات ربع ساعة ورقصة تيجي ترقص ربع ساعة، وواحد يقوم مغني كيت وواحد يبص من الشباك ربع ساعة تبقى فانتهى. لما جت افلام برضو الهبوط والافلام الجنسية كانت اسوأ منها حالا، لكن دي قايمة على افكار مدروسة وممنهجة ومخطط لها من الغرب، لكن لها أدوات وعملاء ولها داعمون في بلادنا هنا. طيب حسن، لكن لا أتهم أحدا بعيني على أنه أداة، ولا أتهم أحدا بعيني على أنه عميل، ولا أقول حتى اللي في الفيلم دول كذا، ربما الواحد منهم مع احترامي يكون مش فاهم وكيت إلى آخر هذه الأمور، ويضيبه الحافز المادي وخلاص، هي دي، لكن يا ريت الشعب يفهمناني. طيب دكتور، أمر أيضا أخير لكن جدير بالطرح في هذه القضية، في التعامل مع مثل هذه القضايا فضيلة الدكتور، هل الأمر التوعوي والتثقيفي بالنسبة للشعوب كافي؟ بمعنى نحن نقول لهم ما تتفرجوش ما تشوفوش، هل هذا كافي أم لابد من تدخل هذا القانون والزجر والردع؟ لا، هي غير كافي لسبب واحد، يا ريت الناس تفهمني وتركز معايا جدا. بالنسبة لي ما حدث من شيطنة الإسلام سواء من الداخل والخارج، يعني من الداخل زي الدواعش والتكفيريين والمجرمين وأصحاب الأحزاب الناسفة واللي بيصنفوا الناس واللي بيبدعوا الناس إلى آخر هذه الأمور، وبالنسبة لي أنظمة وجهات ومؤسسات استغلت هذا الأمر وشيطنة الإسلام، ثم الذين ظهروا على منصات التواصل وفي الإعلام وشيطان الرموز إلى آخر هذه الأمور، فضلا عن دعم هؤلاء من جهات ومؤسسات ودول في إكمال الشيطنة. فدعني أقول لك، يعني ظروف حتى الدعاء في هذه الأونة لا تسمح، فضلا عن أن أكثر الدعاء اللي لهم مع احترامي قبول ومواقعية وكذا وتأثير في المجتمع تمت شيطنته، حتى يعني في بقايا ما لم تتم الشيطنة ما بيظهروش في وسائل إعلام كبيرة اللي لها جمهور كبير جدا عشان يبقى كلامهم واصل إلى آخر هذه الأمور. ثالثا إنهم هم مش من البارعين في منصات التواصل الاجتماعي. أضف لدي بقى الأرض البر اللي أنا قلت لك قبل كده، بمعنى الجهل في كثير من أبناء الشعوب، ولا أتهم الكل، الجهل بمعنى قلت لك يا دكتور محمد أنا هجيب أتقى راجل ما الشيطانش ومن الصالحين قوي وولي وطقي وعلى الكتاب وصحيح السنة، وأقول له تعالى قول كلمتين لله كده على كذا، شوف عدد المشاهدين والإعجابات له إيه. أنا ما احتمش أنا بقى التاني هيجيب ولد مجرم معاه بيت، يعني والعياذ بالله يعني أسلوب إثارة وجنس، وفي دقيقتين بس مش هيطول مع الناس في شوية حركات جنسية معاها وهي شبه عارية لاثنين. أنا هقول لك ادخل بقى شوف هنا عدد الدخول والإعجابات قد إيه في المنطقة اللي عارت، تقول لك يا أخي الحرام ونعوذ بالله والله المستعان ويا أخي إن شاء الله، شوف هنا الإعجابات والدخول قد إيه، وشوف هنا الإعجابات، تجد هنا في الساعة الواحدة ملايين، وهتجد بالنسبة للتقى والصلاح لا شيء إلا القليل مشاهدة ولا حاجة. هخلي بالك العيب هنا ما تقوليش بس إن الأرض بور من حيث الجهلة أكثرية الجهلة، حتى في المتدينين لما قلت لك تنازعوا وتفرقوا وتشرذموا والحقد والكراهية وما احترام بقوا جماعات يأكلوا بعضها بعضا ويقوم بعضها على أنقاض بعض، انت محسوب على الطيار دي، الطيار دي عمرها ما تدخل عندك ولا تكيت ولا كيت، بل تحاربك حتى لو انت جيت في الحق وتقول الحق وتظهر الحق، ما لاش دعوه بيك اصلا انت مش تبعهم. طب انت ما انتش تبع اي طيار على الاطلاق، لا ما فيش اي طيار يدعمك على الاطلاق، مش اي طيار يدعمك لانك ما انتش محسوب على طيار من هؤلاء. احنا المنظر عار، المنظر عندنا عار والنتيجه عار، وانا بقول الكلام ده ليه، انا عايز الجيل اللي جاي يتفادى الأمراض الموجودة في الأجيال اللي احنا موجودين فيها دي. وأنا بقول لك خليني مثلا أتعرض لجماعة معينة، واحد أفاك في جماعة معينة كبيرة مترامية الأطراف في الدول العربية والإسلامية مثلا، يعني دجال، كل اللي بيقوله على الشاشة أقسم بالله يا الضعيف يا الموضوع يا الكذب، وعقدته عقيدة ضالة مدمرة اعتزالي، مش بس رجل معتزلي لا ده أكثر من ذلك، والثاني اللي كانت وشبكات قنوات معينة كبرى في بعض الدول العربية والخليجية بتشهروا وتكبروا وتلمعوا كبير السن، ويقعد بقى في كل مقطع يعملوا أقسم بالله ما تدخل هنا بتعرف تشوف المال جاي لك قد إيه، أقسم بالله هتلاقي قد إيه، خلي بالك دول والله الذي لا دجالون
كذابون مفترون جهلة ما لهم صلة ولا شم رائحة العلم. خلي محمد الزغبي يتعرض لواحد من دول بالاسم الوطع عشان يبدأ يصحح له. أقسم بالله تقوم الدنيا ولا تقعد. هينسفوه ويفتروا عليه وعلى أسرته وعلى قت وتجد التدمير الذي ليس بعد. لكن اشتم في ابن كثير، اشتم في الخرطبي، اشتم يا أخي حتى في سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، مع احترامي لن تجد من هؤلاء ذرة غير على الإطلاق، ولكن على جماعتهم فقط. أنا بقول الكلام ده ليه؟ عشان أبين لك العوائق اللي شلانا ومش عارفين إن إحنا نصل للناس كما ينبغي مثل هذه الأمور. ولذلك لا أنا أنتظر مثل هذه الجماعات لما أتكلم ضد دول يقول لك أنت بتكلم ليه؟ لا لهم حرية كيت ولهم كتب. لا يتورع أنه يفعل ذلك في مقابل الوصول لهدف معين لمصلحة الجماعة وليس لله جل وعلا أو مصلحة الدين. خلاصته، ولذلك أنا ما بطلع معك يا دكتور محمد لا ألتفت لا تقول لي سلفي ولا جماعة سلفية ولا طريقة سلفية ولا مع احترامي تقول لي مثلا يعني جماعة كذا. لا أؤمن بهذه المسميات ولا أنتظر منهم شيئا لأني مانيش بايع متجول. فضلا عن لا عايز منك لا إعجاب ولا غير إعجاب لهذا لا يهمني على الإطلاق. أنا مش زي اللي قاعدين يدعموا كل شوية الفيس عنده عشان يجيب أعداله وبتاع. أنت يا أخي ده الإخلاص تأمر بالإخلاص تشتري الرياء وكده وكذا إلى آخره. ما لي صلة بأمثال هؤلاء. ليه؟ أنا يعني الحمد لله رب العالمين إن كان الظهر مكشوفا إلا أنه مستور من الله جل وعلا. ولذلك أصدع معك بالحق. إحنا ما نجيش نقول بقى الصهاينة واللي بيعملوا لنا وكات وإحنا أصلا يعني أديك مثال يا دكتور محمد أنا آسف أنا فضل. آسف فضل. لما يجي مثلا الوثائقية اللي عادة عن المجازر الوقت اللي هو حفار القبور بتاع بشار الأسد إما يجيب لك اليوم الواحد كان يجي لهم مثلا قرابة 1000 جثة ويعملوا بقى سراديب في الأرض العربية تنقل كده ويزقوا برجلين يشوحوا الجثث كده شباب وواحدة معاها الرضيع بتاعها إلى آخر هذه الأمور يا أخي وكما وكيت 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 إلى آخر والمسالخ اللي احنا عرضناها صوت وصورة قبل كده. أنا أسألك بالله سؤال البعض بقى يقول لك استغفر لا يا حبيب اليهود الصهاينة رغم ان والله انا مع اهل فلسطين الى ان يسترد الحق باذن رب العالمين انا عايزك تديني هل اليهود باجرامهم واحتلالهم فعلوا بالعرب عشر ما فعله بشار الاسد مش عايز اقول بالسنة عشان ما اقولكش طائفية بالشعب السوري؟ لا يمكن على الاطلاق. حينما اتى بايران وبحزب الله وبالجماعات المرتزقه من كل اتجاه اغتصاب وكيماوي ودمار واجرام انا عايز الناس تشوف بس بتاع حفار القبور دي ويجيبوا شهاداته ان في اليوم الواحد كان يجي له فوق 1000 احيانا من الشباب والنساء والرضع عشان بس يتربوا برجلين كده ينزلوا عامل مقابر جماعيه. ايه دي فين الكلام ده يا رجل؟ بالنسبه للي في اليمن بالنسبه للي في العراق الوقت من الميليشيات العراقيه الشيعيه اللي مع ايران واللي قاعده تعمله تقول لي وبعدين قالوا لي زي بالظبط لك ايه يعمل اللي عامله اقول لك اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الشيطان مين هي؟ وما ابرئ نفسي ان النفس لاماره بالسوء. نفسك الدنيه ده ابليس ما يعرفش يوصل اللي انت وصلته ليه. نعم خلاصته يا دكتور محمد عشان برضو ما بقاش أسرفت في مثل هذا القول أنني أستسمح أنك تعيد علي عشان المشاهد الكريم يقف بس على نهاية السؤال اللي نعم أنت نعم سألته. كان السؤال حول هل ترى أن الجانب التوعوي والتثقيفي كاف أم لابد من عقوبة؟ أنا عايز القائم بهذه الأمور تعمدت أقول لك تاني السبب عشان خيط الموضوع ما يروحش في الانفعال مع الناس. عايز أقول لهم والله لا يكفي لسبب خلينا نكون صريح الجهات في المنطقة العربية التي لا نفوذ إلى آخره لا تمكن لنا من الظهور على الإطلاق على منابر كبيرة وإيصال وجهات نظرنا على الإطلاق. هذه واحدة. اثنين المؤسسات الدينية كالأزهر وغيره مع احترامي يعني الحركة والتأثير ليس بالقوي على الإطلاق وإلا لكت وقفت وقفة قوية جدا يترتب عليها مع احترامي وقفة قضائية وقفة كيت وقفة علمية وقفة كذا إلى آخر هذه الوقفات القضائية قاصرة على الأزهر يا دكتور؟ لا ليس على الأزهر على كل مسلم على كل مسلم لكن أنا بقول لك باعتبار دي مؤسسة أزهرية مفوضة ومنوبة وموكلة عن المسلمين في مشارق الأرض المغربية على اعتبار أن هي قائمة على الوسطية والاعتدال دورها فين؟ ده فيها مجامع كيت وفيها علماء وايد كبار علماء ولها محامين ولها كيت لكن أين الدور؟ تعال بعد كده بالنسبة لي
أهل العلم في المنطقة وأهل الخير إلى آخر هذه الأمور، زي ما قلت لك بسبب الشيطنة والأشياء اللي ذكرتها دي الأصوات كيت. طب الآخرون مطلق لهم الصراح ولا سقف لهم، بمعنى وراهم هيئات وجهات ودول ومستشارون وأموال ودعم وأكبر منصات التواصل الاجتماعي، مش كده وبس، وأكبر وسائل إعلام سواء كانت مرئية مسموعة مكتوبة مفتوحة لهم. أما بالنسبة لك طيب، لدينا طرح آخر أيضا دكتور في هذا السر التحديد. أيوة. يعني في هذه القضية وقبل نهاية الحلقة بأقل من 10 دقائق، البعض يقول ما تتكلموش عن الحاجات ديت، أميتوا الباطل بالسكوت عنه. طيب هو حاجة زي كده لو احنا سكتنا عنها هتموت، ولا هي وصلت للحد اللي خلاص فكرة أميتوا الباطل بالسكوت عنه يعني متأخرة شوية، مع حاجة تقريبا على مدار 48 ساعة اللي يقول الترند رقم واحد إحصائيا، مش مجازا، إحصائيا، اللي يقول لك مثل هذا الكلام مسيكين، لا أقول مسكين عشان ما ظلموش، مسيكين. بمعنى أن الأمر إذا لم يكن مشهورا، واللي يعود لمقدمة الإمام النووي في صحيح الإمام مسلم هيقرأ ذلك، إن الأمر ما لم يكن مشهورا معلوما لا دعه حتى يموت، بمعنى أنت لا تكن سببا في إظهاره وإشعاله وارتفاع نيرانه، هو خلاص دعه. ليه؟ لأنه مغمور مش معروف بين الناس وكذا. لكن تيجي على شيء مع احترامي عليه ترندات عالمية، عليه ترندات عربية، مع احترامي بالنسبة للمشاهدات بتاعته الوقت كيت والتعليقات مش مئات الآلاف، تعدت الملايين، يدور ده مشفر وبيتشرى تمام وبتشاف. تمام تمام. إذن هذا شر قد عم وطم. بقى وجوب هنا، وجوب الأمر المعروف والنهي عن المنكر، وجوب التبيان بالنسبة للمسلم، شو بقولك وجوب، مش إنك تتكلم بس، وجوب. بس على من؟ على من يجيد الكلام وعلى من يدخل الكلام وعلى من عنده أسس وعلم شرعي منضبط يقوم عليه. وخلي بالك يا دكتور محمد في نقطة مهمة جدا، فضل. أبو لهب لو أنا جيت أبص لأبي لهب على اعتبار المكانة الاجتماعية وأقول لك ويطلع إيه بالنسبة للكون، ويطلع إيه بالنسبة لحتى الجزيرة العربية، ده رجل من أهل مكة وكذا إلى آخر هذه الأمور، ورغم ذلك بالنسبة لخطره على دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، وبالنسبة لي هو أهو معروف على اعتبار أنه عم النبي حتى في المحيط داخل مكة فقط، القرآن رد عليه لما قال تبا لك سائر هذا اليوم، صورة كاملة في كتاب الله جل وعلا ترد عليه، تبت يدا أبي لهب وتب إلى آخره. أيضا الوليد بن مغيرة، من هو الوليد بن مغيرة بالنسبة للجزيرة العربية؟ لكن له تأثير في محيط اللي مكة بس، مكة بس، يؤثر على دعوة النبي صلى الله عليه وسلم في مكة. ذرني ومن خلقت وحيدة وجعلت له مالا ممدودة وبنين شهودة ومهدت له تمهيدة ثم يطمع أن أزيد، كلا إنه كان لآياتنا عديدة سأرهقه صعودة إنه فكر وقدر فقدر إلى آخر هذه الأمور. لو أن عددت لك من تيد، بل إن إذا نظرت إلى وجهاء مكة ويأتي العتب للنبي صلى الله عليه وسلم بسبب أنه حريص على دعوة هؤلاء لأنهم أصحاب اتخاذ القرار، لو آمنوا سيؤمن الجميع إلى آخر هذه الأمور، عبس وتولى أن جاءه الأعمى إلى آخر هذه الأمور. لو عددت لك الحوادث في كتاب الله جل وعلا من تيت، ولكن بالنسبة لي أقوال أهل العلم في ذلك فهي كثيرة للغاية. لو أردنا أن نضع روشتة مؤخرة لأبنائنا وشبابنا وولدنا في سن المراهقة في التعامل مع مثل هذه الأشياء، والله ما في أفضل من العودة إلى قال الله قال النبي صلى الله عليه وسلم. يعني أنا منظر لقول الله جل وعلا، ودي نقطة مهمة جدا، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، متابعة النبي صلى الله عليه وسلم. الإنسان الذي يتابع النبي صلى الله عليه وسلم سيجتنب هذا الشيء، ومعنى اجتنب الشيء أنه لن يسمعه، لن يشاهده، لن يكون داعما له بأي حال من الأحوال، بل محذرا منه إن سئل عنه إلى آخر هذه الأمور. تعالى كده أيضا بالنسبة لقول النبي صلى الله عليه وسلم، تركت فيكم ما تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي، رأوا ما لبلغا ولو شهد تقوى به خلاصته لما ارتبطوا الحسن لغيره. هنا ترك لنا الكتاب وصحيح السنة، الكتاب فيه الحلال والحرام والسنة كذلك، ما فرطنا في الكتاب من شيء، وهنا السنة واضحة تبيان وتفصيل لما جاء في كتاب الله جل وعلا. فإما النبي يقول لي إن الحلال بين وإن الحرام بين، هذا من ضرب الحرام، طب إيه المطلوب مني تجاه هذا الحرام؟ الاجتناب
والبعد وكيت، وأن لا أكون سلبيا في مجتمعي بل أن أحذر وأبين الأحكام الشرعية في ذلك وأبين قول الله وقول النبي، لكن بالحكمة والموعظة الحسنة. أيضا النقطة المهمة جدا، الشباب اللي لهم مقدرة ولهم مشاهدة على منصات التواصل الاجتماعي ولهم كيت وبيقدروا يغردوا ويغرد معهم الكثير من أبناء المسلمين، خلاص انت ده انت في عنقك مسؤولية خطرة جدا، هذه أمانة، لأن في يدك وسيلة ستسأل عن هذه الوسيلة يوم القيامة. يعني خلاص إن الأقوال أهل العلم فيها، بين الحق فيها، بين ما يرضي الله سبحانه وتعالى، وادعوا الناس إلى هجر هذه الأمور والإتيان إلى حظيرة الإيمان، إلى قال الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم، وإلى الأخلاق الحميدة. أيضا لا بد وأن نبين للأمم أن الأمم لا تنهض بمثل هذه الأمور على الإطلاق، لكن الأمم تنهض بالعلم وتحرير العقل بما لا يصطدم بالشارع. ولذلك على الأمة إن كانت تريد النهوض حقا فلن تنهض بالمثليين، ولن تنهض بالشذوذ الجنسي، ولن تنهض بالزنا، ولن تنهض بالصداقات الآثمة، ولكنها ستنهض بالعلم. ولذلك أقول لأمتنا إن الأمة الوحيدة التي سقطت مع احترامي لا أقول خلف القطار بل خلف الأصفار من خلف القطار وصارت تعيش في وحل الآن هي الأمة العربية والإسلامية، بدليل انظر إلى شلالات الدماء، انظر إلى نزيف الدماء، لن تره إلا في المنطقة العربية، ستره في العراق، وستره في اليمن، وستره في ليبيا، وستره في 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 في, في سوريا، وستره في كل منطقة عربية وإسلامية. ولذلك لا نجاة لكم إلا بالعودة إلى الله جل وعلا، بالتصالح مع الله جل وعلا، وإيه الأخذ بالعلم. نريد أن نكون كالدول التي تقدمت ووصلت إلى المريخ بل وارتفعت عنه الآن. تحياتي لك يا معالي الدكتور محمد الزوب، وشكرا لك على حسن الانضمام وحيادية الطرح في هذا اللقاء. إذن من واقع فهمي وفق ما طرحه فضيلة الدكتور محمد الزوبي، الأمر لا يعدو على كونه مجرد حدث، وإنما هناك خلفيات أخرى خلف هذا الحدث تطرق عليها فضيلة الدكتور بشكل قائم على الحيادية والتجرد التام، والدلالة على ذلك بداية جلد جانب الدعوة فيما نستطيع أن نعبر عنه بجلد الذات، يعني لم يلقي بالمسؤولية على الآخرين بقدر ما بدأ بها على من يناط أو ينظر إليهم بقضية الدعوة. أيضا كذلك أيضا جانب الحديث عن فكرة أن ذلك يتم وفق أمور ممنهجة ومخطط لها، لم يستبعد هذا الطرح أبدا، وإنما تحدث فيه بجانب فيه دلالة عقلية واستشهادات، والدلالة على ذلك أيضا الاختيارات التي تمت وفق هذا العمل، ما يعني بالنسبة لنا أن هذا تم وفق دراسات كما قال فضيلة الدكتور محمد الزغبي عبر عمري هذه الحلقة. ختاما لصناع هذا الفيلم ولغيره وللمشاركين أيضا، ربما وفق ما قال فضيلة الدكتور يشارك بعض الممثلين وهو لا, 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 لا يدري ما هي الأبعاد، يجذبه مثلا مقابل مادة مرتفع، ضجة معينة، ماليات معينة، لكن مصر ليست مجرد أسواق باعة أو ورش صناعة أو أحواش زراعة فقط، إنما مصر ديار طاعة تربى فيها النفوس وتهذب فيها الأخلاق وتبنى فيها العقول. فاحترموا مصر واحترموا شعوبكم واحترموا من يتابعونكم في البيوت، واعلموا أنكم تدخلون بيوتا يجب ألا تقدم هذه الألفاظ بحجة أننا نجسد الواقع، ارتقوا بالواقع. تحياتي إليكم جميعا أيها السادة أينما كنتم، نحن لا نتصادم مع أحد، وإنما نريد دائما أن نكسب الجميع إلى ما فيه مصلحة البلاد والعباد وديار بني وطني. دمتم للقلب قلب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم. على أخلاقنا تزهو المعاني وتكسون المحبة والتفاني، وبالوسطية المثلى هدانا إله الكون في رب الثواني. بها يا أمة إسلام نرقى، وفي رغد الحياة هناك نلقى، سمو الفكر للإنسان يبقى، هنا ما بين قصها وداني، هنا ما بين قصها وداني، نجسد من مفاهيم العقيدة لكل